قلنا شنو واقع اليوم هنا. هذا كنمشي على حساب التلقيح القوي ديالي، وهاد الناس هادو هما اللي كيهضروا كيخرجوا بمظاهرات، وهادي على حساب غياب شملوا البرلمانيين ما كيخرجوش يهضروا معاها. هاد الناس هادو خص عملوا مظاهره، خص الحوار، خص رئيس الحكومه يخرج يهضر مع هاد الناس هادو ويقول لهم شنو واقع. دابا الناس ما عارفينش شنو واقع، كيخرجوا كيديروا مظاهره، خص رئيس الحكومه ولا وزاره الصحه تخرج تشوف الناس عملوا مظاهره، تعرف خرج تهضر مع الشعب مع المواطن. على حساب المواطن دائما كبراني فيه الضربه، ودائما ضربه في المواطن، ودائما شكون كياكل الضربه كياكل المواطن. خص الرئيس الحكومه ولا الحكومه تخرج تهضر على هاد الناس هذا وتحاور معاها. على حساب حنا ماشي مطلوقين، حنا كنصوتوا كنطلعوا ناس اللي يهضروا علينا، ولا دابا كنصيب غياب تام الحكومه. ضروري تخرج تهضر على هاد الناس هذا. باش كيطالب الشعب اليوم؟ انا ما يضربش ليا برا، شنو غنقول له؟ دابا انت عاد فرض على شي واحد، واش عاد فرض عليه ضرب ليا برا؟ صح، عاد صح شي واحد والصحه ديالو، واحد واحد مريض، واحد ما خصوش يضرب ليا برا، واحد خوفا خوفا ما عرفش راسو شنو غيضرب ليا. علاش غيضرب ليا برا؟ ما عرفش راسو. انا نقول لك علاش، ما كاينش شي واحد، الناس اللي عاد خرج وعاد نوضح له واحد واحد شي حاجه، واحد توضيح صغير. انا خرج رئيس الحكومه باش يهضر واحد التوضيح، ها شنو غنعملوا، ها علاش فرضناه، ها علاش فرضنا هاد التلقيح، وعلاش 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 غنطبقوا هاد التلقيح. بزاف ديال الحويجات اخي ديالي، هادشي اللي كاين. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.